بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في درسنا رقم 8 رقم 9 في سلسله تعلم برنامج البايثون. النهارده عايزين نتكلم على نوع جديد من البيانات. هل معقول بعد ما شفنا السترينج، شفنا الانتجر والفلوتس، وشفنا الليست والديكشنري، وشفنا السيت، كل الكلام ده والبوليان كمان، واحنا لسه محتاجين نوع اخر من المتغيرات؟ ايوه، ونوع مهم جدا جدا جدا، بيشبه في الشكل الليست، لكن في الحقيقة في خصائص كتيرة جدا مميزة أو تتميز عن الليست. اللي هو إيه اللي إحنا هنتكلم عنه النهارده؟ الأري. الأري هو نوع من أنواع المتغيرات اللي موجودة في البايثون ذات الكفاءة العالية، وخصوصا في حتة السرعة. خلينا نوضح بس إحنا ليه محتاجين الأري. تعال نفترض إن أنا عندي متغير وليكن نسميه الإيدج مثلا، وتعالى نفترض مع بعض إن إحنا هذا هو الإيدج الليست بتاعنا، ولو عملنا كده برنت، فاكرين طبعا تايب بتاع الايدج. لو انا عملت له كده قول لي التايب بتاعه ايه، فبيقول لي ليست، ده الكلاس بتاعه ليست. طيب افرض ان انا عاوز العمر دي مثلا الايدج 12 سنه و10 سنوات و6 سنوات و7 سنوات. نفترض ان انا عايز احول الكلام ده بالشهور، وده بنحتاجه كتير جدا في الماثيماتكس والاستاتستكس في الرياضيات، اللي عمليه الاوبريشنز، عمليه الجمع، عملية الضرب، عملية القسمة، كل الحاجات دي احنا محتاجينها. فبالتالي لو احنا فكرنا نستخدمها في الليست، البعض قد يعتقد تقول لي ان انا ممكن اقول له برنت مثلا ايدج اهو، تمام، تايمز، علامة التايمز احنا عارفينها دي من الماثيماتيكال اوبريشن 12. نتوقع انه هيضرب 12 في 12 ب 144 وكلام زي ده اهوت. لكن لو انا عملت كده هبص الاقيه اللي حصل ايه؟ ده كرر لي الليست دي 12 مرة، يعني 12 10 6 7، بعدين 12 10 6 7، 12 10 6 7، بس مش ده اللي انا عايزه. طب لو فكرت ان انا اجمع اقول له زائد مثلا، هل هيقبل العملية دي؟ هيجمع لي مثلا يقول لي 12؟ لا، بيقول لي غلط، انا مش فاهم اجمع، ما اعرفش اجمع. انا ما اعرفش اجمع 12 على 12 ب 24، متخيلين حضراتكم؟ طبعا نفس الكلام هتقدموه على الطرح مثلا، هيقول لك برضو ما اعرفش، القسمه هيقول لك برضو ما اعرفش. في طريقه لكنها طريقه مجهده ومتعبه وتتطلب منك اكواد واحتمال تغلط. طب ليه ما في طريقه تانية اسهل؟ وهو ان احنا نحول الليست ده الى اري. طب ازاي؟ هنا هتحتاج باكج اسمها نام باي اري، وخلي بالك بالاسم ده لان انت لو هتكمل معانا في السلسله بتاعتنا وهتتعلم ومهتم بالبايثون فانت اكيد سمعت عن النمباي. النمباي طبعا هي اختصار كلمه نيوميريكال بايثون، يعني بيتعامل مع الارقام. النمباي ما بيجيش مع الباكج اساسا، لو انت مثلا لسه منزل وما سطبتهاش على جهازك فبالتالي مش هتبقى موجوده عندك. ولذلك لو انت مش عندك، انا طبعا موجوده عندي، هكتب ستيل واكتب كده نم ان NUM باي نيوميريكال بايثون، حضرتك هتعمل كده وتعمل انتر هيثبتها لك. انا لانها موجوده عندي مش محتاج اعمل الكلام ده. وما انا محتاج استخدمها ازاي؟ عندي طريقتين لاستدعاء الحاجه. ممكن اقول كده امبورت، اللي بالكم من السبيلنج، امبورت نم باي، بس كده قلت امبورت نم باي. لو لقاها موجوده عندي خلاص، ولو قلت له نم باي ده بقى، قلت له نم باي ديت ايه الحاجات اللي موجوده فيها، هيجيب لي طبعا حاجات كتيره جدا. لكن انا كل مره هستخدم الباكج اكتب نام باي نام باي، ممكن اغلط. طب وعلى ايه؟ ما الافضل اقول له امبورت نام باي از ان بي. والناس طبعا اللي هم يعني شغالين في البايثون عارفين ده، الالياس ده هو الاكثر انتشارا وهو الشائع بين كل مستخدمين البايثون، مش اي حاجه تانية. زي بانداس مثلا بي جي، زي مثلا سي بورن اس بي، في كل حاجات كده بقى فيها كونفنشنال الناس، او اس كي ليرن حسب الحاجه اللي انا عايزها. طب انا ممكن اقول له كده امبورت نم باي از ان بي، واقوم جاي عامل كده. طب ايه هتعمل لي ان بي دي بقى؟ ان بي دي بقى ممكن اقول له كده ان بي اري، يعني اعمل لي اري من ايه؟ من الايدج. طب دي هتسميها ايه؟ عشان اميزها عن الليست هقول له كده ايدج اندر سكور ار، واقوم جاي عامل كده. يبقى الفانكشن دي اري، دي فانكشنز طبعا، تحول لي الليست دي الى اري. طبعا عشان نتاكد هنقول له برضو برنت تايب بتاعت الايدج اري،
وقام جاي عامل علامة الالت عشان اعمل خانة جديدة. طبعا بيقول لي هنا هو ايه، بيقول لي انت نسيت قوس تاني. تمام، خليني اعمل كده. ايوه، بيقول لي الكلاس نام باي نقطة ان دي اري. ما معنى الان دي؟ يعني معناها ان دايمنشنال، متعددة الابعاد، يعني ده بعد، وبقى طبعا في اكتر من بعد. طب انا عايز اعرف عندي اري وعايز اعرف الابعاد بتاعت شكلي. هنتكلم في طبعا probabilities خاصه بالموضوع دوت او صفات هنوضحها، والفرق بينها وبين الفانكشنز. طب لو انا عملت كده بقى، عندي array، ممكن اعمل اللي احنا كنا بنقوله من غير مشاكل؟ اه، يعني ممكن اقول له كده edge مثلا، edge underscore array times 10. يبقى انا هعمل ايه؟ 10 في 12 ب 120، وده المفروض 10 في 10 ب 100، وقام جاي عامل علامه كده، هو اللي 120 100. فاهم انا عايز اعمل ايه؟ طبعا نفس الامر لو انا جيت قلت له ديفايدد باي، ديفايدد باي برضه هيقسم 1 و2 من 10 و1 و6 وكذا. لو جيت قلت له بلس هيبقى يقول لي 22 60. اذا كل العمليات الحسابيه اللي حضرتك تتخيلها هتتم، وغيرها وغيرها وغيرها. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان باي اري. في حاجه لو انا عملت الايدج ده دات اري، في حاجه اسمها شيب. شيب معناها، ومش هحط لها اقواس، وهقول لحضراتكم ليه مش في حاجات هتحط لها اقواس وحاجات لا، دي اسمها صفه خاصيه من حاجه، فالخاصيه لا يتم عمل اقواس لها. فانا لو جيت قلت له كده بيقول لي اربعه. ايش معنى اربعه؟ اربع صفوف، ادي واحد، طب اثنين، ثلاثه، اربعه. طب فين البعد الثاني؟ ما فيش، لان هي وان دايمنشنال اري، يعني ده اري له بعد واحد اللي هو الاربعه، يبقى كده اربعه. وانا ممكن اعمل تو دايمنشنال اري، او ممكن اعمل ريشيب للاري ده. اه، ممكن تعمل له ريشيب. ازاي؟ اه، ده هنا بقى احنا شفنا شيب دي ما بتاخدش اقواس، لان دي صفه بتحاول تستخلص معلومه عن الاري ده. لكن في حاجات تانية بتاثر في الاري، ودي بنسميها بقى ايه، فانكشنز او ميثود. هقول له كده والله ايدج اري دوت ريشيب. ريشيب يعني اعد تشكيلها. هيقول لي اعد تشكيلها ازاي؟ خلي بالك لازم اكتب له صفوف واعمده متناسبه مع الكلام. ممكن اقول له مثلا ايه، صفين وعمودين، لان دول اربع اعداد هتمشي. فكده اقول له اتنين واتنين، يبقى انا كده اقول له ريشيب، يعني اعد تشكيل الايدج ديت اللي هي الايدج اري ديت اللي هي فيها ثلاث صف واحد وثلاث اعمده، او فيها يعني وان دايمنشنال اري، حولها لي الى تو دايمنشنال اري، واعمل العلامه بتاعتها. شوف بقى اللي حصل، ال 12 وال 6 ده اسمه ايه بقى ده؟ ده ما اصبحش وان دايمنشنال اري، ده تو دايمنشنال اري. شوف هنا كانه دولت ليست وليست ثانيه اهي، وبينهم الكوما ديت. انا مش عارف، انا ما بحبش اكبر الشاشه، لكن خلوني بس عشان اوضح لحضراتكم. ده اسمه تو دايمنشنال اري. طب يا ترى السؤال المهم، انا لو جيت قلت له هي الايدج اري اتغيرت ولا لسه على شكلها الاساسي؟ لان انا ما حطيتلهاش فيريبلز. فما اقول له كده برنت اتش دوت اري، وقام جاي عامل علامه انتر، بيقول لي لا دي ما اتغيرتش، دي ما اتغيرتش. انت عايز تغيرها، فممكن تقول له كده هنعملها اتش ها تو اري، او تو دايمنشنال، تو دايمنشنال اري، وقام جاي عامل كده يساوي. يبقى انا هنعمل واحده تانية، متغير تاني اسمه ايدج تو دايمنشنال اري، يحط لي فيه الكلام ده، فاعمل علامه الكلام ده. لو انا رحت بقى كده تو دايمنشنال، اكتب لي تو دايمنشنال اري، تو دايمنشنال اري، قول لي شكلها عامل ازاي، شايف لي شكلها عامل ازاي. طب افرض عايز ارجعها لاصلها تاني، عايز ارجعها لاصلها تاني، فاعمل الموضوع ده ازاي؟ هقول له ايدج تو دايمنشنال اري، حاجه اسمها فلاتن برضو. انا خد اف ال، احنا طبعا لما بناخد اي حاجه بنتاكي كده، فعايزين نروح عند الاف ال اي تي تي اي ان، فلاتن. تمام، واعمل كده اهو. شايفين حضراتكم بقى، شايفين حضراتكم بقى رجعت ايه؟ رجعت تاني لاصلها تاني. يبقى الفلاتن معناها بيخليها يعني سطحها، خلاني مسطحها كده. بس هل برضو دي اتغيرت؟ لو رجعنا مره تانية عند الشاشه دي ونفذنا مره دي، هي اتغيرت؟ لا ما اتغيرتش. بس كنت عايز تغيرها تحطها في، طبعا في صفات تانية كتيره، ده في ناس في كورسات حوالين النام باي. هستاذن حضراتكم ان احنا نقف عند هذه النقطه، وان شاء الله نستكمل، لان الموضوع النام باي في حاجات كتيره نستكمله في جزء منفصل، على الاقل نكون احنا يعني رجعنا واستوعبنا مع بعض، وحاولنا نفهم خصائص
اللي احنا قدمناها حتى هذه النقطة حوالين النمباي.